عمودكم في عقد المحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب، متمنيا لكم كامل التوفيق والنجاح في مساركم المهني. والسلام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي. نرحب بكم أيها الأساتذة المحترمون، ونذكركم بجميل القانون، وقبل ذلك نرحب بكم مع زملائكم في الهيئة القضائية أحكام الابتدائية باليوسفية، ونذكركم بجميل القانونية التي أديتموها والتي تفرض عليكم القيام بمهامكم بوفاء وإخلاص، والسلوك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص. ونرجو من الله عز وجل جلت قدرته أن يوفقكم لأداء المهمة بصدق وأمانة وإخلاص، وأن تكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم، وعند حسن ظن القاضي الأول سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر والتأييد والتمكين. كما نلتمس من سيد كاتب الضبط تحرير محضر يضمن فيه كل ما رجع لهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. سيد وكيل الملك، هل لديكم مطالب أخرى؟ شكرا لكم أيها السادة الكرام. أتوجه لكم كل باسمي وبصفتي للسيد الرئيس الأول بالشكر الجزيل، وللسيد الوكيل العام للملك بالشكر الجزيل، وللسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم اليوسفية بالشكر الجزيل، والوفد المرافق له، والسيد نقيب هيئة المحامين بأسفي، وأعضاء هيئة المحامين المحترمين، والهيئة القضائية، وكافة أطر وموظفي كتابة الضبط، وكافة الحضور كل باسمه وبصفته وبالمقام الذي يليق به. وأشكركم على تلبية الدعوة، وأؤكد لكم أنه سوف يتم الاحتفاء بمجموعة من الزملاء من السادة القضاة أسلوا خدمات لهذه المحكمة طيلة مجموعة من السنوات، حتى نكون ممتنين لهم بجهوداتهم التي بذلوها في هذه خلال الفترة التي قضوها في المحكمة. سنكرم هؤلاء الزملاء الحاضرون معنا، إن منهم من سوف يغادر آنا المحكمة، هناك زملاء غادروا سعيناهم حضروا طلبناهم حضروا معنا لنحتفي بهم، فنلتمس منكم بقاء معنا حتى نكرم الزملاء. وشكرا لكم، بعد ذلك ادعوكم إلى حفل الشيخ بعد التكريم إن شاء الله. شكرا لكم يا سادة الكرام، رفعت جلستكم.